أعزائي المستمعين مرحبا بكم، حلقة جديدة اليوم عنوانها هل يوم من الأيام نقدر نشوف الروبوتات تحل محل الإنسان وأشغال الإنسان؟ هل إنه يوم من الأيام هاي الروبوتات تقضي على كل الأشغال اللي humans يقدرون يسووها؟ وإذا هذا الكلام صحيح، شنو أنواع الأشغال اللي ممكن تروح يعني بسرعة من إيد البشر وتجي الروبوتات هي اللي تأخذ محلها؟ وشنو مثلا إذا هل هناك مثلا نوع من أنواع الأشغال اللي ممكن الروبوتات يعني إحنا كبشر نستفيد منها لما يجي الروبوتات وعالم الروبوتات؟ خلينا نستضيف معنا طبعا أصدقائنا وأصدقاء البرنامج ضرغام وزيد، اليوم راح يحشون وكل واحد عنده رأي، فخل نبدي برأي زيد. زيد عنده رأي يقول، خل نسمع رأيك، روح زيد. هذا أول شيء للمستمعين أنه حتى يفهمون شن هي الروبوت. الروبوت هو يعني شيء مصنع اصطناعيا من إنسان بس ما عنده عقل إنسان، بس ينفذ أوامر آلية، اللي ينفذ الأوامر طبعا اللي صانعه. حاليا لكل الشرق الأوسط اللي يسمعون هالكلام، حاليا لا تريد تجي للغرب راح تلقى مطاعم فيها روبوتات، ما فيها مثل قبل إنسان عادي يشتغل. راح تلقى إيربورتس يعني مطارات فيها كل الروبوتات. راح تلقى حاليا حتى بالمزارع مو مثل قبل إنه يكون أكو فلاح ويشتغل من الصبح للنهار، لكل روبوتات. وعندك حتى أشياء مثل الأرجيكالتشر والهالف، يعني الروبوتات هي موجودة أصلا، موجودة حتى مثلا دول كبيرة مثل الصين واستعملها وموجودة حاليا، لكن كمستقبل أنت تشوف أن الروبوتات راح تقضي على كل أنواع أشغال البشر وتروح عليهم البشر؟ لو يعني شنو نوعية الطلعة هاي الهجومية على أشغال البشر؟ حالياً الـ Artificial Intelligence اللي هو موجود بكل مكان قاعد يتطور جداً بسرعة جداً كبيرة، فممكن على الأشغال الفكرية ممكن نلاحظ أنه راح يتغير، ما تحتاج إنسان، بينما الأشغال الفيزيكال اللي هي الحركية الحرفية تظل تحتاج إنسان. خلنا نسمع رأي آخر. أنت قلت إنه راح تجي طلعة قوية للروبوتات وراح تأخذ يعني هواية أجزاء من أشغال. هل بس قبل ما ننتقل ضرغام، خلينا بزيد تتوقع إنه هاي الحملة لو ما تجي مثلاً روبوتات وتأخذ أشغال، توقع هذا شيء سلبي لو بشيء إيجابي؟ هو لا شيء طبعاً يجي بسرعة، هذا الشيء راح يجي يعني بسهولة، يعني ما راح تحس بي، شوية راح يفوت على المجتمع الإنسان بحيث إنه ما راح تحس بي بسهولة، بس بالنهاية راح تتقبله لأنه ما راح تحس بي من البداية. بس راح يأثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبشر؟ إذا تفكر منه على 50 سنة ممكن راح يأثر طبعا. شن رأيك أستاذ نظرهم؟ والله هي شو اسمه، شوف العلم، الشيء الحلو بالعلم انه الطب يتطور، الهندسه يتطور، الفضاء يتطور، كل شيء يتطور. وهذا الروبوت نوع من نوع التطور، هو الانسان ما راح يبقى بالعصر الحاضر، لازم يتطور، وهاي الروبوت راح تجي شيء ريفولوشن انه راح يوصل لهذا الانسان هذا الشيء. هسه من ناحية هل هو إنه راح يفيد الإنسانية البشرية؟ طبعًا راح يفيد أكيد 100%. هل هو حيأثر على بعض العالم؟ طبعًا راح يأثر، بس أنا باعتقادي إنه راح يخلق عمل أكثر من ما لا يخلق عمل. يعني من ناحية الأشغال تتوقع إنه من ناحية الأشغال، ناحية الأشغال أكو يعني أشغال مثل ما خلينا نقول نتفق مع زيد إنه بعض الأشغال راح تروح وتحل محلها الروبوتات، خلينا نقول، بس انت تتوقع انه بعض الاشغال راح تكون جديده راح توفرها هاي الروبوتات؟ نعم 100% راح توفرها، وخاصه اهل الكمبيوتر. يعني انت الروبوت، هو اول شيء الروبوت كمبيوتر شو اسمه
الكتريكال كهربائي ميكانيكال ميكانيكي المبرمجين المبرمجين يعني هذول كلهم راح يشتغلون بشيء واحد يعني يعني هذا شيء مو سهل شيء مو يعني مو شيء انه مثلا حتى صيانه حتى صيانه الروبوتات يعني تتخيل عطل اي من عطل يعني اللي يشتغل بالصيانه التكنيشن التقني الحرفي اللي يسوي البروجرام والديفلوبمنت ما قلت هذا اعتقد انه اشغال اكثر اذا الروبوتات كثرت البزنس كيس مالته صحيح ومو بس هاي مو بس التقنيين اللي مثلا يبنون هاي العمال اللي يبنون الروبوت اكو لازم عامل يبني الروبوت هو مو المهندس هو يجيب يبني الروبوت او صاحب المصانع هو اكو عام لازم يبني الروبوت يعني اللي كان على 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 اللاين لازم يجي واحد مكان يبني هذا الروبوت اوكي لانه تقدر تقول مثلا تقدر تقول روبوت يبني روبوت ماكو اي مشكله بس هذا الروبوت اللي يبني روبوت مين راح يبني وهكذا فانا اعتقد ان الناس اللي راح يماروا يلقون شغل اللي راح يشتغل ينشغلهم يوخذ راح هذول يوجهوهم لغير اتجاه او هم الافضل انه يتطورون يكون مع العلم ويروحون اتجاه الروبوت اتجاه الكهرباء البرمجه الميكانيك اي شيء يخص الروبوت زين نرجع لك شوي نتكلم عن الاشغال الحرفيه اللي الروبوت راح يسوي لها يعني يحل محلها شنو من رايك هاي الاشغال يعني تعطينا نبدا شويه او فكره على هاي الاشغال الحرفيه هل هي يعني لها مسميات يعني احنا بدنا نحكي على المانوال جاب مثلا لو بدنا نحكي على شنو انواع الاشغال اللي بدنا نحكي عليها اول شيء استاذ ابراهيم حاليا للمستمعين بالشرق الاوسط اعرفوا حاليا انه بالغرب المجتمع حاليا قاعد يفكر انه يتطور يوم على يوم بس مو من خلال الانسان انما من خلال الروبوتس اللي هو اللي قاعد سلولي يغير المجتمع بحيث انه حاليا قاعد نشوف روبوت يروح بالمستشفى بكل مكان ينظفون من الارض الى السقف وهل وحاليا هسه نشوف همين روبوت بوليس يعني يمشي بالشارع يقول للانسان انه ابتعد من هذا الشخص لهذاك الشخص فهذا نوع من انواع المانوال جوبز اللي راح نشوفها تصير ريبليسد اللي هي الكاشير اللي يشتغل مثلا بالادمنستريشن هاي بتعرف اللي يسوون بيبر كاشير يعني المخبز مخبز طبعا المخبز اللي يصنع الخبز بالمطاعم هل تعرف يا استاذ ابراهيم حاليا هناك شركه مطاعم بحوالي مئات الالاف المطاعم انه قاعد يحاولون يغيرون كل مطاعمهم الى روبوت سيرفيس صحيح موجوده بالصين لانه تعرف بالصين مثلا الدول المدن المزدحمه بالصين تعرف واي ناس داخلين ياكلون مثلا في مطعم الروبوتات موجوده تاخذ الاوردر وتجيبك الاوردر تتخيل لو كان اكو سيرفر يشتغل يعني اكيد بيها بطء واكيد بيها اقل يعني اكيد يقدر يسوي اخطاء تخيل كم شخص يطلب فانا اشوف انه صحيح هاي الاشغال يعني ممكن يعني يكون اسهل لما يكون عندك اكو روبوتات زين السؤال اللي ممكن نطرحه هل الروبوتات يعني حتى لو يجي الروبوتات ويحل محل البشر في بعض الاشغال هل هو يعني انه نشوف ان روبوت هو عباره عن شخص عن شيء يعني كومبليتد هل اكو حاجات تفرق بينه وبين البشر هل هاي الحاجات اللي تفرق طبعا واحده من الامثله اللي تفرق مثلا خلينا نقول العاطفه مثلا او الكومن سنس ما اعرف يعني اكو بعض الاحاسيس والاحساسات عند البشر اكيد ما موجوده بالروبوتات هل هاي راح تاثر على الاشغال راح تاثر على بعض يعني على رده الفعل من الناس اي استاذ ابراهيم اسمعني قبل 50 سنه الكمبيوتر كان بحجم الغرفه حاليا الكمبيوتر بحجم الساعه على اليد اذا الروبوت هسه يعني حاليا مو بهذا التطور انما احنا متجهين الى تطور عظيم بحيث راح يوصل الروبوت الى يعني إلى درجة إنه ما رح يبين بينه وبين البشر حتى بالعاطفة خلنا نقول إنه مثلا بالعاطفة والإحساس بحيث إلى أنه واحدة من دول العالم حاليا ما أتذكر اسمها إنه أعطت
حقوق إنسانية للروبوت والارتفيشل انتليجنس. أكو ريسيرش صحيح. أجيب لك هاي الدولة اللي تطهم حقوق إنسان. أكيد 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 أكو أبحاث يعني حتى أكو اختراعات على إنه شون الروبوت ممكن يعطيك الإيموشن إنه يضحك لك حتى بالسيارات يعني راح يعرف شنو راح يعرف شنو المود مالتك ويعطيك حاجات يغير لك المود. هذا كله من نوع من أنواع الارتفيشل انتليجنس والروبوتك رياكشن. بس هل هذا يبقى شيء ناقص يعني إنه هل البشر هيحسون بالنقص يوم من الأيام ولا إنه خلاص يعني هذا بسهولة إنه الروبوت يجي وكله نتعود عليه؟ رغم شو رأيك بهذا الموضوع إنه هل الروبوت يستطيع دائما يوصل للكمال؟ ما أعتقد راح يوصل للكمال خاصة من الناحية العاطفية، لأنه الناحية العاطفية هاي تجي مع الإنسان. الإنسان يعني حرورة الإنسان، يعني تتكلم مع الإنشورنس إيجنت اللي يسوي التأمين على السيارات، هذا تتكلم مع أريد هيك أريد هيك أريد ذاك، ما راح تلقى هذا الشيء مع الروبوت. ما راح ياخذ يعطي وياك راسا، راح يعطيك جواب، يعني يعطيك انت مثلا تسوي تامين مده سنه $1,000 سنه. صحيح. وامثل همين من الصحه، يعني اقاطعك انه الصحه مثلا لما بيشنت او المريض يكون بالمستشفى، تخيل لما الدكتور يعالجك او مرضه ومرضه يعالجك بطريقه عاطفيه، ممكن تستجيب الى حتى تاخذ دول او تاخذ فد انستراكشن اور بروسس. بينما يجيك روبوت تحس انه مهما كان ما راح، يعني تحس انه اكو فرق، صح ولا لا؟ بس شباب انا اتفق معاكم بهاي الشغله 100% حاليا، بس تخيل انه الكمبيوتر اللي وصل الانسان للقمر قبل 60 سنه يعني كان بحجم البيت. حالياً هذا الكمبيوتر موجود على التليفون، يعني تخيل مو حالياً بإنما 50 سنة من هسه بالاتجاه اللي إحنا متجهيله، الروبوت ما راح يكون بينه وبين الإنسان فرق كبير. يعني هو شوي شوي يتدرج، بالضبط هو شوي شوي يتدرج مع الأبحاث يتطور وتطورات، مثل ما هسه موجود الروبوتات في عالمنا أمثلة هواية نقدر نعطيها إذا يسعفنا الوقت، بس إنه بشوي شوي راح يتطور ويوصل اكثر. بس هو السؤال، هل يوصل الى مرحله الكمال من ناحيه المعامله مثل البشر؟ انت تعرف احنا مثلا هالحاجات الخدميه مثل المستشفى تروح تشتري حاجه، مرحله الكمال مثلا من اي سنه لاي سنه؟ اذا تقول 50 سنه من حال من الان كل شيء يكون متوفر، ممكن يكون اصلا كل احنا روبوتس، لانه اذا اندمجنا مع الروبوت نكون الهي immortals. سؤالين ونختم بها حلقتنا. السؤال يعني الأول حتى نطرحه، أنه مع وجود الروبوتات والسايبر سيكوريتي، وطبعا الإنسان خطاء، مثلا تحط الإنسان يشتغل في 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 أمن، أكيد أكو اختراقات للإنسان هذا، وممكن واحد يدخل ويشن هجمه أو يبوق أو يعمل أي شيء. لكن مع وجود الروبوتات زين وقلة البشر في 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 خلينا نقول في وظائف مهمة، هل تحسون أنه مثلا الروبوتات وخصوصا هذول الناس الذكية اللي تعرف تخترق هاي البرامج، تحس انه اكثر راح يصير عمليات فساد وسرقه لو انه يضل الروبوت راح يتعلم ويحاول يفكر؟ لو توقعون انه بالعكس راح يزيد اكثر الامان؟ السؤال مفتوح لاي واحد يجاوب. هي حاليا هاي المشكله بين الهاكرز والتكنولوجي، حرب دائم وراح تضلها مدى الابد. فلذلك أنا أعتقد كل ما التكنولوجي صارت أكثر واضحة وأكثر مبينة، راح يكون هناك ناس يحاولون إنه يفوتون على هالتكنولوجي، يعني نسميهم هاكرز. صحيح. فلذلك أنا أعتقد حالياً إنه أكو موفمنت اسمهم بايو هاكرز، اللي يحطون chips in under their skin to open doors and unlock windows and unlock thermostats and safes. يعني هذول العالم حاليا قاعد يحطون من حاليا شرايين بالجلد تحت الجلد لحتى يكونون access the computer through their brain. يعني هاي الأمور راح نشوفها تتطور أكثر وأكثر، وبنفس الوقت راح يكونون هناك hackers يحاولون to exploit هاي التكنولوجي. أوكي، نسمع منك ترغام إذا عندك إجابة على هذا الموضوع الاختراق. طبعا السايبر سيكيورتي هسه طبعا هو هسه حاليا شيء خطر، كل الشركات خايفه من عنده، وكلها حاطه
حاطة أكثر من تأمين وتأمين، أكثر من من برنامج برنامج حتى يحمي شركاته من أي هاكر برا الشركة. يعني الشركات حاليا تنفق أكثر فلوس على هذا الموضوع، على هذا المجال سايبر سيكيورتي. أي نعم أي، فلما تحط روبوت اللي هو يتحكم عن طريق الكمبيوتر راح أكيد راح تكثر الهاكرية أكثر وأكثر، فراح يزيد راح يزيد السايبر سيكيورتي أكثر وأكثر. لازم ولا هو يعني 100% راح يخسرون شركات، يعني لازم راح اصلا راح يتبهون هاي النقاط قبل لا يقدمون الروبوت. صحيح ضروري طبعا. صحيح السايبر سيكيورتي او الاختراق السبراني يسمونه شيء مهم، كل الشركات تنظر له. حتى صراحه حتى حاليا لاي مستثمر، هسه خلينا نقول اي مستثمر ناجح يريد يفتح مثلا بلاتفورم ولا يفتح ويب سايت، إذا يريد هو ينجح، وطبعا لا تنسى الإنسان الناجح والطموح واللي يزيد مبيعاته أكيد راح يكون عنده أعداء وطامعين به، فراح ينظرون لهذا المنظار. إذا ما عنده سايبر سيكوريتي يدخلون عليه، يعني هذا الشيء أثر على البزنس مالته. فتتخيل بالمستقبل لما يكون عندك روبوتات وشركة أمن ولا شركة أي شركات يكون عندك روبوتات وتخترق، سمعتك تتغير بالسوق مهما كان انه اوكي راح اتطوراني وراح اجيب احسن. فاكيد هاي الشيء يعني كلش حساس، معظم الشركات تنفق عليه اموال هواي. سؤال اخير حتى ننهي به حلقتنا، طبعا هل البانديميك او الوباء اللي عايشين به تتوقعون انه نظره الشركات، طبعا هواي ناس قاعده بالبيت، مو الناس التقنيه، خلينا نقول ناس تقنيه تقدر تشتغل حتى من البيت، بس الحرفيه خلينا نقول مع هذا الوباء، هل تتوقع انه هذا يعجل من ظهور هالحاجات هاي الروبوتات؟ انه اكيد هسه خوش فتره، لو تخيل لو كان اجى لك وباء ما تحتاج البشر ما يهمك، الروبوت هو موجود يسوي لك الشغل، فشنو رايكم؟ سؤال مفتوح. اي سو ايش اسمه، حتى لو مثلا هذا الوباء موجود، هو صحيح الدنيا كلها قاعده، حتى لو اكو روبوتات موجوده يشتغلون، بس الا الشغل، يعني مثلا على سبيل المثال السيارات، يبيعون سيارات، المن يسوون السيارات يبيعون السيارات اذا ماكو احد قاعد يشتغل وماكو احد قاعد يطلع فلوس حتى يشتري سيارات مثلا. يعني تقدر تقول مثلا يوزعون اكل عن طريق الروبوتات، يعني بيها باب الجواب، بس الطب مو الدكاتره طبعا ولا النيرسز، مثلا اللاب تكنيشنز هذول اي روبوتات يشتغلون 100%. بس من ناحية إنه الروبوت يشتغل، الدولة قائمة على روبوت وماشية الدولة، بس البشر اللي هو اللي راح يمشي الدولة عن طريق المبيعات والشراء، ما أعتقد راح يكون ناجح. أوكي أكيد طبعًا الروبوتات تساعد في هالفترة، يعني تخيل الديليفري والشوبينج، يعني أكيد غير معرض للفيروس. تتفق مع هذا الكلام زيد؟ يا طبعا حاليا بهذا الوقت الروبوتات اكيد راح يساعدون البشريه بشيء واحد، هو فقط انه غير معرضين للفيروس. وحاليا يعني ما اعتقد ان احنا راح نشوف اي مور ادفانسينج بالروبوت بهذا الوقت، لان بهذا الوقت هناك اشخاص كثيرين غير عمل، فأنا أعتقد العالم راح يرجعون لأشغالهم بعدين نشوف أدفانس بالروبوت، واللي هو كنا نشوفه خلال السنوات الماضية قبل هذا الوباء، إنه كان في أدفانس سريع للروبوت والارتيفيشل انتليجنس. فأعتقد حاليا هذا الشيء إنه بطء شوية، بس راح يصير يتكثف أكثر بعد ما يروح هذا الوباء. أوكي مشكورين جدا على الملاحظات وعلى موضوع مشيق ومشوق طبعا مهم جدا، وراح نخوض به أكيد في حلقات جاية إن شاء الله. شكرا على وجودكم، إن شاء الله نشوفكم بحلقة جاية.